إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل النهاردة مع بعض المحشي المشكل. ناس كتير طلبت مني محشي البصل، فقلت أعمله لكم في الفيديو دوت. كمان هعمل لكم محشي مشكل بتنجان وكوسة وفلفل. أول حاجة لما تيجي تعملي المحشي البصل، هتجيبي البصل وتقشريه بالشكل دوت وتقطعيه من النص، بس متقطعوش للآخر، يعني حطي السكينة زي ما انتوا شايفين كده هوت لنص البصلاية عشان ما تبص منك. هنفتحها كده هوت من النص، ونجيب مية سخنة فيها رشة ملح، وهننزل بالبصل بتاعنا لمدة 20 دقيقة أقل حاجة. البصل يسلق ويستوي كويس جدا، لازم البصل يستوي. هنا بقول لكم البصلايه اللي تلاقوا شكلها كده اهوت ما تعملوهاش، لازم البصلات تكون مدوره ومتساويه عشان تطلع معاك الورق سليم. لكن البصلات تحس ان هي معموله 2 دي ديت ما تنفعش المحشي البصل. تمام، هتسلقي بقى البصل لمدة نص ساعة او 20 دقيقة. اتأكدي ان البصل استوى، لان البصل لما يكون ناقص سوى هيبقى طعمه مش حلو معاكي. بعد كده هنجيب بقى الكوسة بتاعتنا كده اهوت، واعملها كده اشرشرها كده بمعنى اصح بالمقوار، يبقى شكلها حلو قوي كده من بره، وهقورها وحاول ما تبوظهاش وانت بتعمليها. هعمل بقى كمية الكوسة كلها، وتقطع الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت، وبعد كده هعمل كمية البتنجان والفلفل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا لو اول مره تشوفي قناتي، اعمل اشتراك للقناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. كده انا بوريكم الكوسه، عم خلصت كميه الكوسه. بقى الفلفل، الناس اللي لسه متجوزه جديد مش بتعرف تعمل الفلفل وتبوظه، سهل جدا. بتجيبي طرف ايدك كده اهوت او طرف صباعك وتدوسي عليها، هتلاقي الجزء اللي في النص دوت طلع معاك. شايفين؟ سهل جدا جدا جدا، عشان في ناس بتعمله بالسكينه وبتحوش جزء منه، حرام كده، بتحافظي على الفلفلايه ومش بتحوشي اي حاجه ترميها. فانا هعمل كميه الفلفل كلها كده بالشكل دوت. حب اقول لكم المحشي دوت طلع طعمه حلو جدا جدا. لما تكوني مظبطه التسبيكه، انا كنت عامله التسبيكه قبلها بيوم، وحاطه لها بقى التسبيكه عباره عن تشوحي كده بصلايه، تحط عليها طماطم، تحط عليها نص كيلو بصل مثلا، نص كيلو اللهم صل على النبي رز ولا ايه، تنزلي بالخضار وتنزلي بالتوابل بتاعه المحشي. اهم حاجه في توابل المحشي مرقه الدجاج، ملح وفلفل وشطه وكمون، وربع معلقه السبع بهارات. انا هعمل لكم سبع بهارات في فيديو لوحدي عشان ناس كتير سالتني عليها. هبتدي بقى اشوف البتنجان بتاعي واقطعه، لو هو واحده طويله هقسمها نصين، ولو صغيره هظبطها كده اهوت، وابتدي ايه اقورهم كده كلهم كده. عقبال ما خلصت البتنجان كله كان معايا البصل استوى بالشكل دوت. حوشي بقى قطع الجزء اللي فوق كده عشان ما يكونش رخم معاكي وانت بتقشريه او تفتحيه. هبتدي كده اورقه واحده واحده، كل واحده لوحديها. وكده انا عندي الخليط كنت عاملاه قبليه بيوم، وهبتدي احشي البصل احطه في بوله لوحديها، والمحشي البتنجان والفلفل والحاجات ديت احطه في بوله تانية خالص. هعمله كده بالشكل دوت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وابتدي ارصصه في صينيه البايركس. برضو ناس كتير يا جماعه سالتني على صينيه البايركس. صينيه البايركس دوت البايركس الاصلي، انا جايباه من قبل ما اتجوز، يعني بقاله ما شاء الله 11 سنه معايا. بحطه على النار من فوق، بحطه في الفرن من تحت، بحطه في كل يعني في كل حاجه. الحمد لله كويس جدا بستخدمه، والحمد لله ما حصلوش حاجه. يعني بحطه على الشعله نفسها من فوق، هوريكم دلوقتي وانا بصور في الفيديو. ده البايركس الاصلي، في بقى منه تقليد، مجرد ما بتحطيه على النار بيفرقع او يطق يعني قدر الله. فانت حاولي تجيب الاصلي بتاعه، تمام، اللي هو ماركه بايركس نفسها. بص البصل انا بفتحه كده بالشكل دوت، وهبتدي احط عليه بقى ايه الرز، والف كده اهوت، وابتدي ايه ارصصه في الصينيه. ممكن يا سلام بقى لو عملتي لحمه مفرومه، لو في امكانيتك يعني ان انت تحشيه لحمه مفرومه، بتشوحي اللحمه المفرومه وتحطي ايه وتحشي بيها البصل، يبقى طعمه احلى طبعا. بس لازم البصل يكون مستوي، ما يكونش ني معاكي. لو انت بتحبي البصل اعملي محشي البصل، لو مش بتحبي البصل ما تعمليش. تمام، هبتدي كده هرصصهم في الصينيه، وهتسقيه زي ما بتسقي المحشي بالظبط. كده انا خلصت كميه كلها، شكلها حلو جدا. ممكن تعملي حاجه بسيطه كده في رمضان كده اهوت، هتشرفك قدام اهلك. ومش لازم تجيبي كميه محشي كبيره، ممكن نص كيلو من كل حاجه، يعني نص كيلو من بتنجان ابيض، نص كيلو بتنجان اسود، ربع فلفل، نص كوسه كده، ربع فلفل الوان، هيرمي معاكي كميه كبيره في الاخر. هبتدي كده اجيب شوربه، دي شوربه فراخ او شوربه لحمه. على العموم يعني المحشي البتنجان بيتسقي شوربه بس، شوربه عليها توابل بس ومرقه دجاج وملح وفلفل. لكن محشي الكرنب لازم يستقي شوربه وصلصه، الكرنب لازم شوربه وصلصه، البنات اللي لسه متجوزه جديد. تمام، لكن البتنجان مش مهم الصلصه، مش لازم صلصه فيه خالص.
حطيت كده هو طبق صغير، ما تكتريش الشوربة عشان ما يسيحش معاكي شوربة كده بمعنى أصح. حطيت طبق صغير كده وهولع زي ما انتوا شايفين كده على النار، والله استوى وكان طعمه حكاية وما شاء الله طقم ما شاء الله زي ما هو، الله أكبر من عيني أنا أول حاجة عشان أنا اللي بحثت حاجتي. وولعت كده هو لغاية ما غالي، وبعد كده هديت النار. انا كنت عاملة لحمة جنبيها كمان، اللحمة استوت والبواقي بتاعة البصل حطيتها في شوربة اللحمة، يعني ما رميتهاش استخدمتها برضو. كده المحشي معايا استوى، حتى المحشي البصل اتحمص من تحت وكان طعمه جميل جدا جدا، هبتدي ارصصه معاكم. ما شاء الله ولا قوة الا بالله. بس بجد الطقم دوت جيبوها هينفعكم جدا جدا، بس وانتوا بتطلعوه من على النار حطوا تحتيه قطعة مطبخ قماشة او فوطة زي ما انتوا شايفين كده او خشب، ما تحطوهوش للرخام على طول، يعني ما ينفعش تطلعيه من حاجة سخنة لحاجة ساقعة، لا حط تحتيه. انا حاطة واحد تحتيه خشب، مقعد خشب، والتاني حاطة تحتيه فوطة المطبخ، وابتدي كده ارصص المحشي معايا. بجد منه المحشي دوت هيشرفكم، حاجات بسيطة من كل حاجة يرمي معاكي الكمية. وكمان انا عملت محشي طماطم، كان فيه كمية اتبقى مني رز، رحت قطعت طماطمتين كده اهوت وفضيتهم النص وحشيتهم بالرز اللي اتبقى، يعني دي فكرة حلوة لو اتبقى معاكي رز. وفي ناس كمان لو اتبقى معاها حبة رز ممكن تلفهم بورق زبدة وورق فويل وتحطهم على المحشي من فوق، بيستوي برده بيبقى طعمه حلو جدا، الأطفال بيحبوه جدا جدا. هبتدي كده ارصص المحشي معاكم واقدمه في رمضان، بقى اعملوا بقى الوصفة ديت هتعجبكم جدا، وزي ما قلت لكم بكميات صغيرة مش كميات كتيرة، يعني ما تقليش على نفسك. هيشرفك جدا، جنب بقى فراخ محمرة، جنب كفتة، جنب بانيه، حلو جدا جدا. وكل سنة وانتم طيبين، اتمنى الفيديو يعجبكم، متنسوش طبعا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وهتلاقوا فيديوهات حلوة جدا جدا في القناة اتمنى تتفرجوا عليها. وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.